شباب مرحبا. مرحبا بوني. شباب هل تتذكرون بخصوص التاج في الخزانة؟ اليوم نريد أن نختار شخصا ليحصل على التاج، ومن يحصل على التاج سيحصل على امتيازات لمدة شهر في أكاديمية بوني. يا إلهي، هذا رائع، شهر كامل من الامتيازات في أكاديمية بوني. هذه فرصتنا. رائع، التاج في الخزانة. بيك سمعت، إن حصلت على التاج سأكون فتاة رائعة. جيجي أنت أروع فتاة أساسا. بالطبع أنا لن أشارك في هذا. يجب أن تشارك، من الرائع أن يكون التاج في خزانتك. كيف لنقرر من سيحصل على التاج؟ حجر ورقة مقص؟ حجر ورقة مقص؟ فتيات لحظة، لننصت لبوني حتى النهاية. هل سيعطونا النتاج هكذا فقط؟ حسنا، لننصت حتى النهاية. أتساءل ماذا علينا أن نفعل؟ شباب أنصتوا للنهاية، لن نعطي التاج مقابل لا شيء. عليكم أن تعملوا عليه جاهدين. يجب أن تتصرفوا جيدا، ويجب أن تكونوا جيدين مع من حولكم. في أكاديميتنا يجب أن يكون هناك السلام، الصداقة والتفاهم. كلما زاد عدد الأشخاص الطيبين زاد عدد التيجان. من ينجح في هذا سيحصل على التاج. لاري، لتحصل على التاج يجب أن تصبح لطيفة. أستطيع فعل أي شيء لأحصل على التاج. إذا شباب افعلوا ذلك، نحن نشجعكم. حسنا، التاج سيكون لي لأنني لطيفة. أريد التاج أيضا. أشلي، لن تحصل على التاج، أنت مزاجية جدا. مزاجية؟ إنها مجرد مشاعر. هل أذكرك كيف رميت الفشار أيتها الوقحة؟ بيك، تريد التاج أيضا، يجب أن تكون لطيفا. أنا سأحصل على التاج. افعلي ذلك، هيا بيك. أوه، إن أصبح الجميع لطيفا عندها لن يزعجني أحد. أجل، إنه أمر صعب لكن أستطيع فعله. حسنا، لنذهب ونقوم بالخير. فتيات، يمكنكم أن تقوموا بالخير الآن، مثلا تقبلونا على الخد. القبلة لا تحتسب. فتيات، لن تحصلوا على التاج هكذا. لقد تحدثوا عن السلام والتفاهم. التفاهم، نريد قبلة وأنتم لا تفهموننا. أحب عندما يذهب الجميع. أتساءل من سيحصل على التاج. أنا. حسنا، جرب ماريو. باي، تبدو رائعة. سنجعل كل من حولنا سعيد. ونريد التاج. فتيات، بوب كورن مجاني والعصير مجاني أيضا. استمتع فتيات. ماذا؟ هو مجاني الآن، أريد واحدا أيضا. أحسنتم فتيات، تابعوا هكذا. سنأكل البوبكورن المرة القادمة، نتبع حمية. إذا لنثني أصبعا، تم القيام بعمل جيد. قمنا بمدح بوني. أظن أن هذا غير كاف. بيك، جيجي، أنتم ثنائي جميل. شكرا. لا تتسلي، يجب أن تكون هكذا دائما. ماذا يحدث هنا؟ الجميع يتنفس على التاج. أشلي. حسنا بيك، أنت وسيم. ماذا؟ أتغازلينه؟ لأجل التاج جيجي. أوه، أحب عندما تمدحني الفتيات. لكن أنا لا أحب هذا. حسنا شباب، بسبب تدريب اليوم سنرتاح 3 أيام. كيريل، أنا أحبك تعالى، سأعانقك وأقبلك. أوه زكاة، ابقى بعيدا. الأحضان ليست لنا، نحن أولاد. رجال، لما لا؟ صداقة الأولاد توجد، والأحضان طبيعية. إن كانت للصداقة هيا لنفعل. كيريل، أنت مدرب رائع. حسنا زكاة، يكفي. لا أفهم، هل هم أصدقاء مقربين؟ لا أعلم، اسألهم. مرحبا شباب، لا أفهم، لما لم تكونوا في الردهة؟ قمنا بخطاب مهم جدا. الجميع يقاتل الآن من أجل التاج، وأنتم تجلسون هنا. زكاة، أرى أنك تعانق كيريل. مرحبا فتيات. ناستي، تخيلي، كيريل أعطانا 3 أيام راحة، يمكننا أن نتسكع ونتسوق والمطاعم. شباب اصمتوا. فتيات، لما تعطونا التاج هل تختارون أسمى شخص؟ أخبرونا بالتفاصيل. لا، نحن مع السلم والصداقة والتفاهم واللطف في أكاديميتنا. كل من يتصرف بشكل جيد سيجد تاجا في خزانته. هذا سيحفز الجميع ليكونوا لطفاء ومتحدين ليحصل على التاج. ومن يحصل على التاج ستكون لديه امتيازات كثيرة. هل أحد منكم يريد التاج في خزانته؟ حسنا، إن كنتم تريدون ابدأوا في القيام بأعمال جيدة. فهمنا فتيات شباب، نحن مع الأعمال الجيدة. هذا رائع شباب، بالتوفيق في منافسة التاج. من أين سنبدأ؟ أعتقد أن علينا أن ننقذ جميع الحلزونات العالقة في الطريق. أجل، هناك سيارات وهذا خطير. إذن شباب، أحضروا العلب لننقذ الحلزونات. لا حاجة للعلب، سنبعدهم من الطريق إلى العشب. حسنا، إذن شباب هيا. شباب، شهية طيبة. شكرا جيجي. حسنا شباب، ما رأيكم إن صنعنا ملصقا مكتوبا عليه بوني رائعات، بوني الأفضل؟ هل سنحصل على التاج؟ حسنا، هذا مجرد تملق لبوني. ماذا أهم شيء أن نحصل على التاج؟ أتدركون كم من الامتيازات ستكون؟ شباب، أيمكنني مقاطعتكم؟ ماذا؟ شباب، لا يجب أن تجعلوا فقط بوني سعيدات. ألم تسمعوا؟ يجب أن تجعلوا جميع من حولكم سعيد. اسمعي جيجي، سأقول هذا بلطف لأننا لطيفين حقا. لا تتدخلي في حديثنا.
وإلا سأأتي وأفعل لك هكذا. شكرا لكم أنتم منافقات، وهذا يعني أنني أنا من سأحصل على التاج. جيجي لا تحلمي، التاج سيكون لنا. إذا فتيات أنا مستعد. إذا سنتملق لبوني كما قلت. في هذه الأكاديمية لا شيء ولا أحد يتغير، كل هذا لعبة. لماذا؟ لأجل التاج. ألو، كيف تسير الأمور مع محفظتي؟ أهناك عينة؟ هذا رائع جدا فتيات، هناك عينة الآن. مذهل، إذا أرسل لي عينة لكي أوافق عليها. شكرا، أنا أنتظر. فتيات سمعتم، العينة جاهزة. لا أطيق انتظار حملة محفظتي ليدي بوني. ناستيا صدقيني، الجميع ينتظر هذا. سأعطي محفظتي لجميع من في أكاديمية بوني، فليتمشى الجميع بإكسسوارات رائعة. ماذا؟ ستعطيهم؟ هذا مذهل. أجل، سأجعل الجميع سعيدا. فتيات بوني، من الرائع أن تقول أنكم ستعطون التاج مقابل الأعمال الصالحة، لكن لماذا تطلب التاج مني؟ أشلي مجدداً. أشلي، هل تريدين التاج؟ هل قمت بشيء جيد؟ بالطبع لا، كانت وقحة معي، وقحة. أنا أريد التاج في خزانة اليوم. ستيلا، أفهمك. أشلي، هل سبق وأخبرك أحد أنك تتحدثين مثل المتذمرة؟ أنت لست في الرودة، أنت في أكاديمية بوني. أيمكنك أن تتوقفي بالتصرف على أنك فتاة صغيرة؟ سمعتي، أخبرتك أن بوني لن يقبل هذا. ماذا يجب أن أفعل؟ كيف سأحصل على التاج؟ لا أفهم، إنها غبية، إنها تقودني للجنون. أشلي، هل فعلت شيئا جيدا؟ لا يجب أن تتذمري، يجب أن تجعلي كل من حولك سعيد. وأنت تفعلين العكس وتزعجين الجميع. سمعتي، أنا مثلك لن يحصل على التاج. شكرا فتيات لأنكم أنصتم لي. ستيلا، نسيتي أن تأخذي أشلي. سأذهب وحدي. سأذهب وحدي. أنا أصدم منها أكثر وأكثر كل يوم. تبا، من الجيد أنها ليست في فريقنا. لقد صححنا ذلك الخطأ. أجل فتيات، هذا حقا إيرور 404. اركضوا عزيزاتي، لن يقوم أحد بدعسكم. لا توجد سيارات. رأيتم كيف تركض خاصتي بسرعة؟ وخاصتي سنشتاق لكم. إذا أنقذنا الحلزونات، الآن التاج لنا. وداعا عزيزاتنا. هل تتحدثون مع أنفسكم؟ توقف، الحلزونات. شباب مجانين، لو دست على صغيرتي أتعلم ماذا كنت سأفعل لك. غبي. حسنا شباب، أقترح أن نأخذ الحلزونات من هنا كي لا تكون في خطر هنا. حسنا عزيزاتي، يجب أن نأخذكم إلى مكان آمن. فتيات ادخلوا هنا، هذه خاصتي، خاصتك هناك. إنهم يتشابهون زكانت. متى فقد لاعبو سلع عقولهم؟ حسنا فتيات، سنجد لكم مكانا آمنا. شباب، لما قررنا أنهم فتيات؟ ألا ترى جميعهم ظريفات؟ حتما هم فتيات. اصمتوا، تخيفونهم. هيا لنجد لهم مكانا. حسنا فتيات، لن نريد أن نتشاجر معكم بعد الآن. نريد أن نكون صديقة. إذا السلام والصداقة. أتريدون التاج؟ أجل، ونريد أيضا أن نكون صديقات. أتعلمون لاعبات السلة؟ لم أكن لأوافق على هذا أبدا، لكن لأجل التاج حسنا. السلام والصداقة. الصداقة مع القطط، هذا رائع. نحن أردنا الصداقة، ولن يجب أن تعرف بوني هذا. حسنا فتيات، فهمت. الصداقة لأجل التاج. اتفقنا أن نكون صديقاتكم، لذا سنخبر بوني. نحن نتخذ القطط الأولى. أتساءل من سيجد التاج في خزانته؟ أمل أن نكون نحن. حسناً بيك، لن نسرق منك البوب كورن مجدداً. آسف لأنني أخذت طعامك. شباب، هذا من القلب أم لأجل التاج؟ ليس لأجل التاج، هذا من القلب. إذن هل ستدفعون المال؟ لما تغضبوا بسهولة؟ نحن أصدقاء، أردنا فقط أن نساعدك. حسناً لا بأس، سأساعدكم أيضاً. أهذا لنا بالمجان؟ أجل، لكن لآخر مرة. شكراً بيك، أنت رائع. أوهو، بيج يمدحونه كثيرا اليوم، هذا رائع. المفضل لدي بالكراميل. وأنا بالملح. كيسة أولاد، أهذا لنا؟ عم بصراحة إنه لنا، بيج أعطاه لنا. شباب، هل أنتم بخلاء؟ لستم لطيفين؟ نحن لطيفين، خذوا. شكرا شباب، نحن لطيفات أيضا. أنا وزاك لعبنا البيسبول، ضربت الكرة والكرة ضربت الجدار، ثم ضربت الجدة على جبينها، لكننا اعتذرنا. كم أنتم لطيفين. حسنا شباب، لقد انتهى اليوم، والآن سنعرف من منكم سيحصل على التاج أولا في خزانته. اليوم سنرى من قام أكثر بالأعمال الجيدة، ثم سنقرر. أيمكننا التحدث أولا؟ اليوم تصالحنا مع لاعبات السلة وصنعنا ملصقا لبوني، سنحضره لكم. ونحن وعدنا بيج أننا لن نسرق منه البوب كورن مجددا، وقلنا أن بيج شاب رائع. صحيح بيج؟ بيج؟
أجل، لقد تصالحت اليوم مع الأولاد، إنهم أصدقائي، وأيضا أشلي قامت بمدحي. بيغ لا تتحدث عنها. أشلي، حسنا، على الأقل فعلت شيئا جيدا اليوم، لأنه كانت هناك الكثير من الشكايات عنك. لكن أشلي لن تحصل على التاج اليوم. ماذا؟ لكنني أريد التاج. تبا مجددا. لعبات السلة؟ ما الأشياء الجيدة التي فعلتموها اليوم؟ تصالحنا مع القطط. ساعدني ثلاث جدات في عبور الطريق. جدتين، الثالث كان جدا، لا تخلط لورن. لا يهم. جيد، أرى أن الجميع تصالح في الأكاديمية. سيكون الأمر رائع لو اجتمع الجميع هنا. وما الشيء الجيد الذي فعلته اليوم تاليسمان؟ لم نراك طوال اليوم. كنت أشم الهواء النقي. ماريو، لما قلت هذا؟ فهمت، فعلت شيئا جيدا لنفسك اليوم. لقد نادانا بالمجانين أيضا، فقط لأننا كنا ننقذ الحلزونات. يمثلون أنهم ألطف شباب ينقذون الحلزونات. هذا صحيح. ماريو كان على وشك دهس حلزونات زكاة. أجل، كان على وشك دهس عزيزتي. يا إلهي، أحسنتم لأنكم أنقذتم الحلزونات، لكن المهمة كانت في إسعاد من حولكم. لكن هذا عمل رائع جدا، وأين هي الحلزونات الآن؟ حملناهم من الطريق إلى العشب، آمل أن يشتاقوا لنا. فتيات، أنا أيضا قمت بأعمال جيدة اليوم، كنت أقدم كاكاو مجانيا للجميع، وقد رفع معنويات الجميع. وأنا أعطيت البوبكورن للجميع، هذا عمل جيد. فتيات، بوني لننتقل للمهم، لنعطي التاج لأحدهم ونذهب. أنا وستيلا لدينا خطط للمساء. خطط كبيرة. شباب، اليوم أظهرتم جانبكم الجيد، جميعكم تصرفتم بشكل رائع، وأود أن أهدي التاج لكل واحد منكم، لكن شخص واحد فقط من سيحصل على التاج. لكن لا تحزن وتابعوا عمل الخير، ربما الجميع سيحصل على تاج في نهاية المطاف. إذا ما سيحصل على التاج؟ ساعدني جدتي وجدت في عبور الطريق. أحسنتم فتيات، تابعوا هذا. لكن اليوم لاعبو السلة من فاجأوني أكثر، أصدقاؤنا أسعدوا الحلزونات، هذا رائع. لاعبو السلة، لم نكن نعلم أنكم لطيفين جدا. أجل، نحن كذلك. تشعرون بالخجل. رأيتم، لم نحصل على التاج. لما لم نفكر نحن أيضا في إنقاذ الحلزونات؟ والتاج سيذهب إلى لعبي السلة. تيمور، زكاة، توماس، كيرين. توقفوا، لدي سؤال، لما قلتم أنه علينا أن نسعد الجميع في الأكاديمية لكنكم تعطون التاج لمن أنقذ الحلزونات؟ ستيلا، هذا لأن الناس اللطيفين فقط من يحبون الطبيعة، والطيبين فقط من ينقذون الحلزونات. لا، بص، لا تهانينا، أنتم من حصلتم على التاج الأول. أوه، ملوك. حسنا شباب، تابعوا فعل الخير للحصول على التيجان. شباب، هل تقومون بالخير أيضا؟ أجيبوا في التعليقات ماذا تفعلون؟ متأكدة أن متابعيني هم الألطف والأفضل. دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا، وداعاً.